يقف إلى جانب السجي في العالم وجه له شكري وتقديري باسمي ونيابة عن إخوتي السوريين في هذه المنطقة وكل من يستفيد من السجي. مالايسيا 慈济人爱的启程。 从吉隆坡到土耳其苏丹加济，为的是叙利亚难民。كثير من الأطفال بعيدون عن بعض أقربائهم، ربما عن آبائهم أو أمهاتهم أو إخوتهم بعضهم، فاليوم شعروا بأن أهلهم إلى جانبهم وأن أشخاص عندهم رحمة جاءوا لزيارتهم وليدخلوا السرور والفرحة إلى. 2014 October until today. We help in this area people give the donation and help them for school education. Almost more than 1.3 million people. 志工准备了书包、文具等，送给满纳海国际学校的孩子。礼物代表的是一种在乎，一个惦记。الهدايا في العيد، فهذه فرحة كبيرة بالنسبة لهم، ليس بقيمتها المادية وإنما بأهدافها الإنسانية. 包含雪龙分会执行长简慈禄，从手套大王变成慈济志工的丹斯里林伟才，还有许多大马的实业家也走访义诊中心。幸福是爱与被爱。看得见，摸得着，实实在在。大爱新闻真善美志工胡永雄、何永康，土耳其报道。